كان من اسبوع كده تقريبا كان معانا مداخله من ابطال قدرات مرحله التنمر، وان هي توجهت بالتنمر كتير وقع عليها على للاسف ان هي صحيح يا عبد الرحمن. فعلا كانت سما اللي كنا لسه يا دوب بنتكلم عنها قبل الفاصل. سما كانت معانا في مداخله، وكانت بصراحه هي والدتها مثال للشجاعه، مثال للشجاعه والجدعنه، بنت قويه جدا. انا كنت شايفين ده كله في الحفله. طبعا وهي كانت معانا فواجهت التنمر. هي معانا دلوقتي على التليفون سما رامي ووالده سما كمان السيده سوزان طلعت. صباح الخير عليكم. صباح الخير. يا اهلا بحضرتك يا فندم. يا اهلا بيك يا سما. ايه الجمال ده؟ قمر يا سما. كان لسه عبد الرحمن بيسالني دلوقتي بيقول لي اكتر شخصيه اتاثرت بيها امبارح، فقلت له سما والله. ازيك يا عبد الرحمن؟ الف مبروك عليك وحسين. انت ومامتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا سما كلميني بقى، ايه كنت عملت ايه امبارح كده وعرفيني شويه. انا تعرضت للتنمر. انا تعرضت التنمر ان في شخص شغل على صفحتي على فيس بوك اتنمر عليا انا واصحابي. انا قلت له ليه كده؟ هو اتنمر اكتر. فراح بعد كده انا قلت للرئيس السيسي هو عمل لنا قانون تنمر عشان يحمينا منك وناخد حقنا منك بس بالقانون. بعد كده انا عملت فيديو نزلت انام العام وانا قلت له بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يدخل قوم من قوم عسى ان يكونوا خير من فضلك يا سيادة النائب ان كدنا من المتنمر ده علشان متنمرش علينا تاني. الحمد لله استجاب الدعوة وهو اتقبض عليه. طبعا احنا شفنا ده يا سما برد رئيس قال لنا حقك عليا انا، بس عايزين نعرف بقى كان شعورك بايه في ساعتها. انا كنت فرحانه قوي، كنت فرحانه قوي ان انا كلمت الرئيس، وانا كنت فخوره عشان هو بيتكلم معايا. هو بيقول لي ده شخص مش فاهم. طيب سما صباح الخير عليك يا سما. اصل هو مش فاهم. صباح الخير عليك يا سما. صباح الخير سما. قولي لنا بقى، يعني انت امبارح وانت في الاحتفاليه احنا مصر كلها الحقيقه كانت بتتابعك. انا عايزه اعرف منك وانت واقفه على المسرح قدام سياده الرئيس وقادره انت بزمايلك ان انت تتكلمي وقادره ان انت تعبري، حسيتي بايه؟ او كان نفسك تقولي ايه او توصلي ايه؟ انا حسيت ان انا فخوره بنفسي قوي، وانا فرحانه، وانا وكل اصحابي قدروا لنا باختلاف بنقدر نعمل كل حاجه. سما ملكة جمال متلازمة داون وسفيرة النوايا الحسنة ومذيعة ناجحة وبتلعب باليه، بتشتغل مع باباها، وفي حاجات كتير قوي كده الناس عايزة تعرفها. قولي لنا بقى انت بتدرسي ايه؟ انا بقى بدرس انا طالبة في كيميائية بحرية لوجيستيك في المجال